السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قبل موعد انطلاق العام الدراسي، وزير التربية يعلن اكتمال طباعة كتب المرحلة الابتدائية. أعلن وزير التربية اكتمال طباعة كتب المرحلة الابتدائية فيما وجه بإسلام وتسليم مباشرة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. وذكر بيان للوزارة أنه التزاما بالسقف الزمن المحدد لإيصال الكتب المدرسية إلى أيدي الطلبة والوقوف على آلية الطباعة حتى الاستلام، تفقد وزير التربية إبراهيم الجبوري عدد من المطابع متجولا في أروقتها للاطلاع على جودة النسخ المطبوعة والمعدل. أضاف أن الوزير أثنى على الجهود المبذولة التي أثمرت اكتمال طباعة كتب المرحلة الابتدائية والشروع بطباعة مناهج المرحلة الثانوية التي وصلت أيضا إلى نسب متقدمة. ووجه بحسب البيان المديرين العامين باستلام الكتب من المخازن المركزية وتسليمها مباشرة إلى المدارس قبل الأول من شهر تشرين الأول. التربية تحدد يوم الأربعاء الموافق 18/9/2024 موعد لأداء الامتحان النهائي للمراحل غير المنتهية الدور الثاني للدراستين الابتدائية والثانوية. وجاء في وثيقة في أدناه مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية الدور الثاني للعام الدراسي 23/24 والمراحل الدراسية كافة لتعميم ذلك على إدارات المدارس التابعة لمديريتكم مع تقدير: أولاً، الامتحانات النهائية المدرسية للصفوف غير المنتهية للدراسة الابتدائية الدور الثاني. تبدأ الامتحانات دور الثاني للصفوف غير المنتهية للدراسة الابتدائية في يوم الأربعاء الموافق 18/9/2024 وتنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 24/9/2024 ومن ضمنها أيام السبت. ثانياً، الامتحانات النهائية المدرسية للصفوف غير المنتهية للدراسة الثانوية الدور الثاني. تبدأ امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للدراسة الثانوية المتوسطة والإعدادية يوم الأربعاء الموافق 18/9/2024 وتنتهي في يوم السبت الموافق 28/9/2024 من ضمنها أيام السبت.